بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. السلام عليكم أيها الحق البهي ورحمة الله وبركاته، وهنئكم بحلول هذا الشهر المبارك شهر رجب وهذه المناسبات العظيمة. طبعاً عندنا ولادة الإمام الهادي، ولادة الإمام الجواد، وأيضاً الليلة اجتمعنا لإحياء مولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، راجين شفاعته في الدنيا والآخرة وزيارته إن شاء الله في الدنيا بحق محمد وآل محمد. يا ساقي الضمير أجر علينا، يا ساقي الضمير أجر علينا، غرام المرتضى كأسا شرابا، ففي الجنات صوت بل أذان على أغصان غنسابا سيابا، أذان فيه للمحراب صوت سيصل التاركون له عذابا، أذان واجب يبقى علينا ولولاه الصلاة غدت سرابا. ألا يا أيها الساقي أعدها لأروي خافقا بالحب ذابا، وقل قصيدة جوابية للإمام الهادي عليه السلام والإمام الجواد، ومن بعدها لأمير المؤمنين. بس إذا طبعا الأولى تكمل، إذا شجعتوني أكملها، إذا ما شجعتوني أكتمها نصا ويروح حق الإمام الجواد، فحخليها عليكم. صلى على محمد وآل محمد. ما تقصرون، بس شنو مثل يعني شلون البورصة تصعد تنزل، نوبات 10 نفرات وتجاوبوني جوابية، ونوبات هواي وماكو. اي فخليها عليكم ان شاء الله. شد ما تحب امير المؤمنين جاوب رحمه الله عليه. بالمولد اجينا نفرح ونبينا ونعاهد على الحد المنين. بالمولد اجينا نفرح ونبينا، بالمولد اجينا نفرح ونبينا،
عدت كل شكل جود كل الناس ميتين بس الولد حسين كل الناس بس الولد بس الولد بعد كل الناس ميتين بس الولد بس يزف للهاد التحية ونعاقد علي حد المني صاحب الركن بغانا وحيدر علي مولانا وحيدر علي مولانا
الشباب. بارك الله فيك امير المؤمنين. عم مرحب يحكي ويا الناس، اسمعوا ايش قالهم مرحب. هذا عن الحال الحالي هسه. اسمع عم مرحب يحكي ويا الناس، اسمعوا ايش قالهم مرحب. قالهم من هجم حيدر كان يصيح يا زينب. عمي قالهم من هجم حيدر كان يصيح يا زينب، ما حد يوصل لقبريج وحد الخدر والمحصل. ضلينا ها ها ضلينا وضلينا من زينب من الرجل، ضلينا من زينب ضلينا من زينب من الرجل. بس قالوا خبر مضبوط حجاج من نشرة الأخبار. عمي ناوي مرتب هذا العام أسافر يا معلي الكرار. بس قالوا خبر مضبوط حجاج من نشرة الأخبار، حيدر سافر على الشام سافر هو بالفقار. والناوي ها ها والناوي والله والناوي خليل زمروحة، والناوي خليل هلا أو خليل زمروحة جواب. والناوي خليل زمروحة، والناوي خليل زمروحة. اسمع هم أخبار هم أخبار. عمي مذيع النشرة قال اليوم خبر عاجل وضخم وأخطر. هم العربية مذيع النشرة قال اليوم خبر عاجل وضخم وأخطر، عادت معركة صفين وبنفس الوقت خيبر. عمي ما خادم الحسين الله يخليه ويحفظه ان شاء الله اللي ما قصر وياه بهذه الاشعار والقصائد، حسين العامري. عمي مذيع النشره قال اليوم خبر عاجل ضخم واخطر، عادت معركه صفين وبنفس الوقت